الفيديو اللي فات شفنا الجلوبال سكوب بانه واحد البلاصه فين كنقدروا نكبيو سام فيبلز ان اكسيديو ليهم من ما بغينا. دونك ملي كنكبي واحد الفيبل هنا اللي هي اي بي اي كي كنقدر ناكسيد ليها من وسط هذا الفونكشن وكنقدر ناكسيد ليها من وسط هذا الكونديشن ومن وسط اي بلاصه عندي اونيفو ديال البروغرام. دونك هذه البارتي الخضراء كتسمى واحد الجلوبال سكوب اللي اكسيسيبل اي ايدنتيفاير تكريي فيه. يقدر يكون هنا لتحت يقدر يكون في اي بلاصه غير ما يكونش مسدود عليه في واحد البلوك يكون اكسيسيبل جلوبال كيف ما قلنا. دابا غادي نشوفوا واحد لابار واحد اخر اللي كتسمى اللوكال سكوب. اشنو كنعنيو باللوكال سكوب؟ هي مثلا ممكن كري واحد الفونكشن ولا ممكن كنحل كورلي بريسز ديالي يمكن كري سام ايدنتيفايرز الوسط بحال كنسد عليهم ام جيلند ايدنتيفايرز يعني كنسد عليهم وسط واحد البلوك هادو كيتسموا لوكال. دونك اي فيريبل من كتحل مثلا الكورلي بريسز وكتسد على واحد الفيريبل هنايا هاد الفيريبل كتسمى لوكال. هاد الفيريبل كيتويز لوكال يعني لوكال فين لوكال غير لهاد البلاصه. دونك كتكون اكسيسيبل غير فهاد لابار بحال مثلا هاد لابار اللي سادين عليها هنايا هاد الاف هاد الفيربل هنا غتكون اكسيسيبل غير فهاد البواطه وهاد الفانكشن بالنسبه لينا هنايا ملي كاين واحد الفيربل كيتو غتكون اكسيسيبل غير فهاد البلاصه. هاد اللوكال سكوب عنده تو تيبس اللي غنحاولوا نهضروا عليهم هنا. عندنا الفانكشن سكوب وعندنا البلوك سكوب. مثلا هاد الفيربل كيتو اللي حاولنا ناكسيديو ليها من وسط هاد الفانكشن غندير كونسول لوغ كيتو غادي نمشي هنايا وغادي نعيط على الفانكشن ديالي جيت كي اوكي اي من غنافيشي غتشوفوكم كوا كيتو غتافيشات لينا بلا حتى شي مشكل. باغ كونطر الا حاولت الموديفي او ناخذ هاد كيتو اللي كاينه ديجا وسط الاف هنايا وغنحاول ناكسيدي ليها هنا كيقول لي بان كيتو از نوت ديفايند. علاش؟ لان كيتو از ديفايند وسط الاف تشو. الا قلت حاولت ندير نفس لو تريك بالنسبه لهاد الكيتو اللي في الفانكشن ونحاول ناكسيدي ليها من وسط هاد الاف تشو يعني بغيت ناكسيدي لواحد الفيبل اللي وسط هاد الفانكشن سكوب وناكسيدي ليها من وسط هاد الكونديشن. شنو غادي ندير هنايا؟ غندير كيتو غنحاول ناكسيدي ليها كيف ما كتشوفوا هي كيتو is not defined. علاش؟ لان هاد كيتو مسدود عليها وسط الفانكشن ما يمكنش ناكسيدي ليها غير وسط هاد الفانكشن. دونك بالنسبه لينا اللوكال سكوب الا كان فانكشن ولا بلوك كيكون مسدود عليه. اوكي هاد بالنسبه للوكال بلوك سكوب سوري ما يقدر يكون ماشي غير اف يقدر يكون واحد الفور لوب ولا اي حاجه. نقدر كاع نحيد هاد الاف كاع ونخلي غير الكوبلي بريسز ونكري واحد البلوك هنا اللي بغيت نسد عليه كيف ما كتشوفوا هنا. الا درت كونسول لوغ وغنحاول ناكسيدي الكيتشوي نقدر ناكسيدي لها غير هنايا غنكري واحد البلوك واحد اخر مثلا وندير كونست ونديبليكي هادي نيت ولكن نعطيها نيم واحد اخر مثلا نعطيها كي 4 وندير واحد الكونسول لوغ وناكسيدي لهاد الكي 4 ونشوف كم كوره كنقدر ناكسيدي الكي 4 باش شي مشكل. ولكن اللي حاولت ناكسيدي الكي 3 تيقول لي كي 3 از نوت ديفايند علاش؟ حيت مسدود عليه في هاد السكوب. يعني بالنسبه لينا الكوبلي بريسز هي واحد لابارتي اللي كتعاوننا باننا نكريو واحد سكوبس ولا واحد البواطات اللي كنقدروا ناكسيديو ليهم او نيفو ديال البروغرام ديالنا. هادشي ما كينطبقش على هاد الكونس كي وورد. نقدر نخدم حتى باللات كي وورد اوكي ندير باللات كي وورد ونحاول ناكسيدي لهاد الكي 2 كيتو اوكي كيقول لي كيتو از نوت ديفايند. يعني بالنسبه لينا خدمنا باللات ولا بالكونس نفس الحاجه. يعني اللات والكونس كيتسمى واحد الكيوردز اللي كنكبيو بهم ايدنتيفايرز اللي كيكبيو لنا سكوبس. يعني اوتوماتيكمون اون فوا كنخشيو هاد اللات كيورد ولا الكونس كيورد وكنكبيو بهم فيربلز وسط واحد البلاصه اللي مسدوده عليها بالكوبلي بريسز صافي كنسدو على داك الايدنتيفايرز وكيوليو اكسيسيبل غير في واحد البلاصه اللي هي سبيسيفيك. غادي نحاول نسيمولي واحد البروبليم بالفار كيورد. اوكي شنو غادي ندير هنايا؟ غادي ندير واحد الفار كي 3 هيد هادي عندي واحد الفار كي 3 وسط من هاد الاف كونديشن وعندها الفاليو ديالها. دونك نورمالمون هاد كي 3 ما خصهاش تكون اكسيسيبل من برا هاد الكوبلي بريسز ولكن الفار كي وورد كيف ما قلت لكم ماشي بلوك سكوب من كتخدم به كتقدر تاكسيدي ليه من ما بغيتي واخا سدينا عليه وسط الكوبلي بريسز. علاش؟ بعدا نعيط على الفانكشن ديالي اللي هي جيت كي اوكي من بعد من غنبغي ندير واحد الكونسول لوغ هنايا الكي تري. دونك انا بغيت نافيشي هاد كي تري من وسط الفونكشن نورمالمون باللات ولا بالكونس ما يمكنش ناكسيدي ليهم. باغ كونطر ملي كنخدم بالفار كي وورد كنقدر ناكسيدي ليهم كيف ما كتشوفوا عطاتني الفاليو. علاش؟ شنو طرا هنايا؟ اللي طرا هنايا بان كاين واحد الحاجه سميتها الهويستين. الا درت واحد الكونسول لوغ لهاد كي تري اللي ديجا كريتها بالفار كي وورد نقدر ناكسيدي ليها حتى من الاول. ان الهويستين شنو كيطرا؟ كيشد الفيروس اللي كتكبيهم بالفار كي وورد وكيحطهم ات ذا توب اوف ذا بروغرام وكيعطيهم واحد value اللي هي undefined ومن بعد through the program غيعطيها value وغتقدر تافيشيها فيما بغيتي. دونك ديما نحضيو هاد الفار كيورد يقدر يدير لك دي ميتاسيون اونيفو ديال البروغرام ديالك. خدم باللات ولا بالكونس الا بغيتي تخدم بواحد السكوب. يعني الا بغيتي مثلا خدمتي بهاد السكوب هنايا اف وحليتي الكوبلي بريسز حاول تخدم باللات ولا بالكونس ديبيندين لا لوجيك ديال البروغرام ديالك. دونك اون فوا انا هشوني درت هنا اللات قال لي كي تري از نوت ديفايند ما بقاش كنقدر ناكسيدي ليها من برا السكوب ديالها.